لما انا اموت ما ينفعش تسيبوا بعض، لازم تفضلوا متجمعين، لان الاتحاد قوه. يعني انتوا لما تبقوا متجمعين هتبقوا زي ايه، حاجه واحده، بتبقوا قوه واحده. يعني هات عود قصب يا عبد الرحمن، هات عود قصب. بص انا هشرح لكم الكلام ده بشكل يعني ايه. بص يا عبد الرحمن، اكسر العود ده لوحده كده، بص شفتوا اتكسر، عشان هو ده ايه، فهمتوا؟ لا. طيب هات عودين كده يا عبد الرحمن، خد هات عودين كده اهو مع بعض. هات عبد الرحمن اهو، بص يا عبد الرحمن، يلا اكسر العودين مع بعض يا عبد الرحمن. ها شفتوا فهمتوا؟ لا ما فهمتوش. هات اللبشه دي كلها يا عبد الرحمن، ها هات يا عبد الرحمن، بصوا ده كده اهو اللبشه كلها. شوف بقى عبد الرحمن هيعمل ايه في اللبشه كلها، اضرب عبد الرحمن. ها فهمتوا؟ لا. عموما طول ما الدور ده معاكم انا مش قلقان عليكم، فهمتوا؟